لكم مشاهدينا الكرام نشرة الثالثة من تلفزيون فلسطين، إليكم أبرز العناوين. أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية يشيعون كوكبة من الشهداء ارتقوا أمس خلال قصف إسرائيلي. السيد الرئيس يصل الكويت اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها أميرها. اكتشاف نفق ضخم أسفل البلدة القديمة بالقدس تشرف عليها جمعيات استيطانية. أهلا بكم. شيع أبناء شعبنا في المحافظة الجنوبية جثامين 7 شهداء ارتقوا في قصف نفذته طائرات الاحتلال أمس شرق خان يونس. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد أبو حطب. في عملية تصعيدية مفاجئة تظهر حجم العجز والفشل الإسرائيلي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، دفع الاحتلال بإحدى وحدات المستعربين الخاصة داخل القرى الشرقية من خان يونس، تساندهم الطائرات الحربية والاستطلاع، حيث شنت ما يقارب 40 غارة أدت إلى ارتقاء 7 من المواطنين الأبرياء. عشنا ساعات حرب، في تقريبا ساعة واحدة عشنا أجواء يعني أكثر من حرب 2014 و2012، طائرات F-16 وأباتشي وجنود على الأرض وجنود وسيارات ودبابات، جريمة بشعة. ننظر حتى بالآليات اللي استخدموها اليهود، سيارة نص نقل وباص صغير ومعدات ويعني عربات لمرضى، خيم طعام وشراب. تجاوز اعتبر الأخطر في مسلسل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والتي أعد لها مسبقا، عندما يدخل وحداته الخاصة داخل الأحياء السكنية ليمارسوا أبشع جرائم القتل والإرهاب المنظم. هذه أكبر جريمة عم بالنسبة لشعبنا، شعب عزل، شعب نايم في بيته، شعب في المسجد بيصلي، يقتلوا في المسجد، لا ربنا قال ولا الرسول قال. هذه اغتيال أشكر، جريمة نكرة أشكر، والعالم كله بتفرج علينا، وهذا لا يصح ولا يصلح لا في دين ولا في إسلام. جماهير غفيرة شيعت الشهداء 7 في موكب جنائزي مهيب، مرددين هتافات تندد بهذه الجريمة التي حصدت أرواح المواطنين الأبرياء، مطالبين بوضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة. أنا بطلب من الدول العربية كلها أنها توقفوا مع الشعب الفلسطيني بوقف رجولية، بكفي انه دمانا تسيل وتراخك بسدى، يكفي هذا الكلام. يا ريت الدول العربيه تقف وقفه رجوليه فعلا مع الشعب الفلسطيني. هذا التصعيد الخطير من قبل الاحتلال الاسرائيلي يؤكد مما لا شك فيه ان دوله الاحتلال لم يعد في جعبتها الا ارتكاب الجرائم والانتهاكات ودفع المنطقه الى الهاويه. محمد ابو حطب، تلفزيون فلسطين، خان يونس. يصل السيد الرئيس محمود عباس اليوم دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق 2 يوم، يلتقي خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وعددا من المسؤولين والشخصيات الكويتية. وأفاد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب بأن السيد الرئيس سيلتقي بالأمير الشيخ صباح الأحمد يوم غد الثلاثاء، حيث سيضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالمستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية. كشفت جولة نفذتها شخصيات فلسطينية لأول مرة أسفل البلدة القديمة في القدس من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الأقصى وباتجاه ساحة البراق عن نفق جديد يضم 3 أنفاق فرعية تشرف عليها جمعيات استيطانية يهودية. من جهة أخرى أصدرت ما تسمى منظمة الهيكل الإرهابية عملة نقدية تذكارية من مادة الفضة تحتفي بترامب. ضمن رزمة المشاريع التهويدية التي ينفذها الاحتلال في المدينة المقدسة، تم الكشف عن نفق تشرف عليه جمعيات استيطانية يقع أسفل البلدة القديمة في منطقة عين سلوان جنوب المسجد الأقصى.
ويختلف النفق عن سابقاته من حيث العمق والمساحة، ففيه يسير المتجول بشكل مستقيم مسافة 600 متر، ثم ينحدر بعمق 20 مترا، يليه انحدار آخر بعمق 13 مترا، ثم يصل لمفترق طرق بعرض 10 أمتار، يليه سير بانحدار 200 متر إلى عمق وباطن الأرض، ويضم النفق معدات ضخمة لإخراج واستحداث تاريخ عبري وهمي عبر التنقيب بزعم البحث عن بقايا الهيكل المزعوم. ومنذ إعلان ترامب المشؤوم باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يستغل الاحتلال هذا القرار في تصعيد هجمته على الأماكن الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتعزيز مبدأ التقسيم الزماني والمكاني وصولا إلى فرض رموز عبرية ونزع الهوية العربية الإسلامية المسيحية عنها. وفي تسوق واضح بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي تجاه قضية القدس، أصدرت منظمة الهيكل اليهودي المتطرفة عملة نقدية تذكارية بقيمة نصف شيكل، رسم عليها صورة الهيكل المزعوم والملك الفارسي قورش الذي سمح لليهود بإعادة بنائه، مع صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتب عليها وعد قورش ووعد بلفور ووعد ترامب. ومن خلال هذا يحاول الاحتلال بشتى الطرق خدمة المشروع الصهيوني وتثبيت السيطرة على الأرض. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. هدمت جرافات الاحتلال غرفة تستخدم لأغراض زراعية في بلدة قصرى جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وهدمت غرفة مقامة في أرض تعود للمواطن موسى حسن، وذلك بحجة البناء في مناطق مصنفة جيم. في شأن آخر، أعلن رؤساء اللجان في المجلس الثوري لحركة فتح انضمامه إلى لجنة القدس في المجلس تعبيرا عن الموقف الوطني الرافض لاستهداف القدس وأهلها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر محافظة القدس في بلدة الرام إسنادا لمحافظها عدنان غيث الذي يتعرض للملاحقة والاستهداف. تقرير كريستين ريناوي. في مقر محافظة القدس في بلدة الرام شمال العاصمة المحتلة، التأم رؤساء اللجان في المجلس الثوري لحركة فتح بحضور أمين سر المجلس للتعبير عن الموقف الوطني والسياسي والحركي الرافض لاستهداف القدس المحتلة وأهلها وملاحقة محافظها عدنان غيث الذي تكرر اعتقاله وتسلم مؤخرا قرارا عسكريا يقضي بمنع من التواجد في الضفة 6 شهور بذريعة تشكيل خطر على أمن الاحتلال والتحريض. كل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بلجنتها المركزية وعلى رأسها السيد الرئيس والمجلس الثوري تقف خلف هذا المحافظ دعما وإسنادا لإنجاحه في مهمته في وجه هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية الهادفة إلى عزل هذه المدينة وتمرير سياساتها في السيطرة على الأرض لإفراغها من محتواها الفلسطيني. انضمام كافة رؤساء اللجان في الثوري إلى لجنة القدس فيها كانت من نتائج الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين، حيث أكد الأعضاء رفضهم كل ما يحاك ضد القدس كعنوان للمشروع الوطني، مع تثمين صمود المقدسيين أمام الحرب المفتوحة ضد الإنسان الذي يتصدى ويفشل سياسات المحتل. كل مقدسي متحرك في المدينة المقدسة وكل إنسان مقدسي هو يمثل السيادة الفلسطينية، وكانت هذه رسالة واضحة في انتخابات البلدية حينما رفض المقدسيون المشاركة في انتخابات البلدية، وهذا دليل أن المقدسي هو السيادة الفلسطينية. اقتحام قوات الاحتلال مقر محافظة القدس مؤخرا يأتي في سياق الهجمة ضد القدس ككل، حيث يصعد الاحتلال من هجمته وفرض إجراءاته الميدانية ويسن القوانين العنصرية ويفتح الطريق أمام المشاريع الإحلالية على حساب الوجود الفلسطيني. هجمة شرسة تتعرض لها القدس المحتلة والمحاصرة، لذلك موقف أبناء شعبنا وقيادته بوضع القدس في مكانتها يدعم أهلها الثابتين أمام ريح الاقتلاع والتهويد والتهجير. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة.
وفي رام الله اعتصم مواطنون أمام مجلس الوزراء مطالبين بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة تعديل القانون وأخذ الملاحظات القانونية والاجتماعية بمحل الجد. هذا وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية قد اجتمعت مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل السيد الرئيس، وخرجت باتفاق يقضي باستمرار الحوار حول قانون الضمان واتفاق بعدم إلزامية الاشتراك في القانون خلال مدة أقصاها 6 أشهر دون غرامة، وهي فترة الحوار. أحيا أهالي الأسرى ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات مؤكدين السير على نهجه. هذا وطالب الأهالي خلال اعتصامهم الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبنائهم في سجون الاحتلال. تقرير عمرو الداهودي. هو اعتصام يوم الاثنين الأسبوعي لذوي الأسرى داخل مقر الصليب الأحمر في غزة، المطالبون بالإفراج العاجل عن أبنائهم داخل سجون الاحتلال في ظل معاناة وظلم مستمرين دون مراعاة أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي. نواصل اعتصاماتنا إلى أن نحرر أسرانا، وإذا يعني إحنا كأمهات أسرة ليش يعني قاعدين في البيوت؟ إلا نيجي على الصليب نشوف قضايا أسرانا، وبعدين إحنا بنزور وزيارتنا يعني صحيح ساعة وربع، لكن إحنا بنطالب إنه يكون بيننا وبينهم كمان في هاتف نطمن على أولادنا كل أسبوع، نحكي معاهم نشوف إيش طلباتهم يعني أسرانا، هيك يعني شهرين وأبوه بزورش وإخوانه بزوروش، أخواته عمال أخواته بيكبرن وهم بيعرفنش ما شافنش. اعتصام لم يحمل آهات وعذابات أمهات الأسرى فقط، بل كان متنفسا للتعبير عن ألم فقدان القائد الخالد ياسر عرفات في الذكرى 14 على رحيله. نقول عن السيد الرئيس الراحل أبو عمار الله يرحمه ويرحم طرابي للم. السيد الرئيس أبو عمار مش رئيس بس، هو أبونا، هو أخونا، هو معلمنا، هو كل شيء لنا، هو القائد شعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني كله. نقول الله يرحمه ويرحم التراب اللي لمه. ومع تواصل الاعتصام الأسبوعي وصراخات أمهات الأسرى ليتوقف الاحتلال عن انتهاكه الصارخ لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية تجاه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة التفتيش المستمر والمنع من الزيارة، كما أكده أسرى محررون قضوا في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاما. الأسرى بتذوقوا الويلات هناك يعني من كل النواحي، يعني قد ما بدي أوصف لك مش راح أقدر أوصف، وخاصة أنه التفتيشات صارت يعني زادت عن حدها لحد أنها صارت تمس بكرامة الناس وبأدميتهم. التواصل مش موجود، يعني كاد مش موجود بالأصل. ظروف المرضى يعني طبعا أصعب مما بتصوروا البعض. وتتوالى الاعتصامات الأسبوعية لذوي الأسرى في هذا المكان، ليس للمطالبة بالإفراج عنهم فقط، بل لمساندة أبنائهم الأسرى في تحملهم ظلم السجان. من داخل مقر الصليب الأحمر في غزة، عمر الدهودي، تلفزيون فلسطين. وفي تونس أحيا أبناء شعبنا الذكرى 14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات وسط تأكيدات على رمزية الشهيد في المخيلة الوطنية. تقرير شادن غنام. في تونس التي ترك فيها من الأثر ما لا يمحى، أحيت سفارة دولة فلسطين وأبناء الجالية يشاركهم التونسيون ذكرى استشهاد الرمز ياسر عرفات في المكان الذي اتخذه مقرا أثناء إقامته في تونس، وبقي محتفظا بأثره ورائحته ومقتنياته إلى اليوم. تونس لها موقع استراتيجي في التركيب الجيني للقضية الوطنية الفلسطينية. تونس أول شعب يعتبر فلسطين قضيته، ويعتبر أنه إذا لم تتحرر فلسطين وتقوم دولة فلسطين فالعالم كله ما زال تحت الاستعمار. إذن هنالك درجة من الوعي يعني لا محدود، وبالذات للرمزية التاريخية للشهيد أبو عمار. يعني هن يعتبروا أبو عمار في إطار صموده وإطلاقه للثورة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، يعني كسر كل ركائز استراتيجية شاملة للهيمنة على شعوب الأمة العربية والإسلامية والأفريقية كلها في الموضوعات.
تونس التي كانت المحطة الأخيرة قبل الرجوع إلى فلسطين شهدت على نهج الياسر وممن رافقوه من أبناء شعبنا في حمل القضية الفلسطينية، ما أرسى تجسيدا لرمزية أبو عمار لا ينفك في ارتباطه عن القضية. أبو عمار يعني الله يرحمه يعني هو كان رمز للقضية ولا يزال بالنسبة لنا. والثاني لسبب العلاقات التونسية الفلسطينية، يعني أكيد جميعنا نذكر يعني الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية لما طلعت من بيروت وجات لتونس وهما نزلوا في مدينة بنزرت اللي هي مدينتي، وأنا كان ساعتها عمري تقريبا سنتين وسيدي الله يرحمه يعني كان يحكي لي على الفلسطين لما وصلوا لمدينة بنزرت والقيادة لما وصلت، فمن ساعتها انطلق الرابط بالقضية الفلسطينية ولسه متواصل. في الذكرى 14 لاستشهاده ما زال أبو عمار حاضرا في أثره ونهجه خالدا في نفوس أبناء شعبه. من العاصمة التونسية لتلفزيون فلسطين شادي غنامة. كما نظمت سفارة فلسطين لدى ألمانيا فعالية لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، تقرير ساندرا المصري. إحياء للذكرى 14 لرحيل القائد الرمز ياسر عرفات، نظمت سفارة دولة فلسطين في جمهورية ألمانيا الاتحادية فعالية وطنية، وذلك في مبنى السفارة في العاصمة برلين. يأتي الجميع لنقول أن لا يمر يوم دون أن نتذكر أبو عمار ومسيرته النضالية. اليوم هو لقاء للجيل الشباب الذي أحبه ياسر عرفات وقال سيرفع شبل أو زهرة من أشبال وزهرات بلدي علم فلسطين على كنائس ومآذن وأسوار القدس. شخصيات بارزة ومثقفون وممثلون عن الجاليات الفلسطينية والعربية حضروا الحفلة الذي استعرضت فقراته صورا تمثل المحطات الرئيسة الهامة في حياة الشهيد الخالد أبو عمار، وفيلما قصيرا يوثق الأيام الأخيرة من حياته تحت الحصار قبيل استشهاده. نؤكد نحن الشباب الفلسطيني في ألمانيا على تمسكنا بالثوابت التي رسمها وأسسها لنا الشهيد ياسر عرفات، وأننا سنبقى على مسيرته التي رسخها وهي المسيرة النضالية الكفاحية التي أسست للنضال الوطني الفلسطيني ونقلت القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية مناضلين إلى قضية شعب يبحث عن الحرية وإقامة دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. وفي كلمتها التي ألقتها خلال الحفل قالت الدكتورة خلود دعيبس سفير دولة فلسطين في ألمانيا أننا كفلسطينيين نستلهم من السيرة النضالية الطويلة لأبو عمار صمودنا وبقاءنا، وإن كنا في الشتات فإن قلوبنا في فلسطين وسنبقى على العهد حتى إقامة الدولة الفلسطينية. أبو عمار حي فينا حتى هذه اللحظة لما تركه من إرث نضالي على مستوى الشعب الفلسطيني خصوصا وعلى مستوى الأمة العربية والعالم أجمع. أبو عمار لم يكن قائدا فلسطينيا فقط، وإنما كان قائدا عربيا قوميا، كان قائدا أمميا. العهد هو العهد والقسم هو القسم، كلمة ستظل راسخة في وجدان كل فلسطيني حر سائر على درب أبو عمار، ما زال يحمل راية الثورة حتى تحقيق الانتصار. من العاصمة الألمانية برلين، ساندرا المصري، تلفزيون فلسطين. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها تعاون كوبي أمريكي لتطوير علاج واعد للسرطان. شارك 11 عداء فلسطينيا في ماراثون اسطنبول الدولي الذي يعقد سنويا ويمر خلاله المشاركون بين القارتين الآسيوية والأوروبية. تقرير عاصم جردات. من هذه النقطة وبمشاركة فلسطينية انطلق 130 ألف مشارك راسمين صورة ماراثون اسطنبول الدولي في نسخته 40. هي جايين نشارك اليوم ماراثون اسطنبول، كل الدعم لفلسطين والفلسطين، وان شاء الله بنحقق نتائج طيب ان شاء الله. واليوم الاجواء رائعه ان شاء الله، ونرفع علم فلسطين وقضيه فلسطين الاعلى ان شاء الله. انا فضل الشيخ قاسم جاي من فلسطين اشجع امثل فلسطين في ماراثون اسطنبول الدولي. اتمنوا لنا الخير.
الحضور الفلسطيني كان من خلال 11 عداء، حيث قرروا المشاركة في هذا الماراثون من أجل إغاثة أطفال فلسطين. هدفنا من هذا المشاركة بهذا الماراثون كفلسطينيين، وبننظم ماراثون فلسطيني الدولي ببيت لحم سنويا من 2013 لغاية الآن، هدفنا تسليط الضوء على حقوق الإنسان بفلسطين للأسف اللي إحنا بنعاني منها بدل وجود الاحتلال. فماراثون فلسطين بركز على قضية أساسية لها علاقة بحقوق الإنسان، هي حرية الحركة والتنقل. ماراثون اسطنبول الدولي الذي يعقد سنويا يميز مساره بأنه يمر فوق مضيق البوسفور. من هنا من النقطة الواصلة بين القارة الآسيوية والأوروبية، عبر المشاركين الفلسطينيين حاملين معهم دعوات لكل من ينافسهم في هذا المضمار للمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي. الماراثون الذي يختصر يوميات الفلسطيني في ظل حواجز الاحتلال والاستيطان والجدار. وبالانتقال إلى الحضور النسائي الفلسطيني الذي كان مميزا، ورغم المصاعب وحتى الإصابة الخفيفة التي تعرضت لها العداءة رزان صالح لم تثنيها عن متابعة السباق إلى نهايته. هاي أول مشاركة لنا في ماراثون اسطنبول، هي صراحة تهدف عدة أمور، منها أول إشي نسبة وجود فلسطين في هيك مسابقات وإنه إحنا بنقدر زينا زي أي غيرنا. تاني شغلة إنه إحنا جايين باسم جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF، هاي بتدعم الأطفال اللي بحاجة لعمليات جراحية ومش متوافرة في البلد. وينتهي ماراثون اسطنبول الدولي لهذا العام، ورغم أن العداء الفلسطيني لم يكن على منصة التتويج، لكن مشاركته تعبر عن إثبات وإصرار فلسطيني على الوجود ورفع العلم الفلسطيني في كل محفل دولي. عاصم جرادات، تلفزيون فلسطين، اسطنبول. قتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون بينهم رجال شرطة في هجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن انتحاريا فجر سترته الناسفة قرب نقطة تفتيش للشرطة بجوار مدرسة في وسط كابول، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 قتيلا بعد العثور على 6 جثث أخرى. حنين الحلو والتفاصيل. بعد أيام من عدام من اندلاع حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتفع عدد الضحايا ليصل إلى أكثر من 30 شخصا وما يقارب 228 مفقودا. لا تزال السلطات في البلاد تبحث عنهم. النيران المستعرة في الغابات منذ أيام، والتي نتجت عن هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة، دمرت آلاف المنازل وحرقت 40 ألف دونم من الأراضي. هذا عدا عن إجلاء 52 ألف شخص من المناطق المهددة بوصول ألسنة اللهب إليها. هذا وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على 20% من ألسنة اللهب المستعرة، التي أدت إلى إصابة أكثر من 3200 شخص كانوا يشاركون في جهود مكافحة الحرائق. وعلى الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن واحدة من أسوأ موجات الحرائق في تاريخها، تسببت في نزوح مئات السكان من منازلهم وسببت حالة من الفزع والنزوح الجماعي بين السكان. وفي خطوة أثارت الجدل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجال الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية، متهما إياهم بالتقصير في مواجهة الحرائق، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء في مواجهة ما وصف بأسوأ موجة حرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا الحديث. لتلفزيون فلسطين، حنين الحلو. تعمل شركة كوبية أمريكية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية على إثبات فعالية علاج كوبي ضد سرطان الرئة، تمهيدا لاستخدامه المحتمل على مرضى أمريكيين في تعاون لافت في مجال البحث الطبي بين بلدين عاشا عداوة لعقود طويلة. تقرير سالي المؤقت. تعمل شركة كوبية أمريكية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية على إثبات فعالية علاج كوبي ضد سرطان الرئة، تمهيدا لاستخدامه المحتمل على مرضى أمريكيين في تعاون لافت في مجال البحث الطبي بين بلدين عاشا عداوة لعقود طويلة. هذا العلاج الذي لا يزال في مرحلة التجربة
واسمه سيمافاكس اي جي اف اثار ضجة اعلامية في الاشهر الاخيرة حتى قبل الاعلان عن هذا الاتفاق غير المسبوق. اما الهدف فيقضي بتسجيل الشركة المحتمل لدى السلطات الصحية الامريكية واتاحتها للمرضى على نطاق واسع. وسبق أن حاز العلاج الذي يعطى على شكل جرعة شهرية في المراكز الصحية الكوبية منذ 2011 موافقة السلطات الصحية في باراغواي والبيرو وسريلانكا وماليزيا والبوسنة. وللمفارقة صمد التعاون الطبي والعلمي بين البلدين رغم التقلبات الكثيرة في العلاقات الثنائية. لتلفزيون فلسطين سالي المؤقت. نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العناوين. أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية يشيعون كوكبة من الشهداء ارتقوا أمس خلال قصف إسرائيلي. السيد الرئيس يصل الكويت اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها أميرها. اكتشاف نفق ضخم أسفل البلدة القديمة بالقدس تشرف عليها جمعيات استيطانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.